اسمح لي أذهب إلى اللاذقية مع ضيفنا الأستاذ نضال نعيسى الكاتب والمحلل السياسي. أستاذ نضال أهلا بك معنا في استديو التاسعة. ما هو تقييمكم لآخر تطورات ما وصلت إليه الحرب الروسية على أوكرانيا خاصة في المناطق التي شهدت استفتاءات مؤخرا في خيرسون، زابوريجيا، لوهانسك ودونيتسك؟ مساء الخير، يسعد مساك، تحيتي لك ولكل ضيوفك الكرام وللمستمعين الكرام في كل مكان. حقيقة كما ترى نرى هناك تراجع في الموقف الروسي، وهناك عملية نكوص وارتداد روسية وهزيمة، حقيقة هزيمة عسكرية كبيرة منيت بها روسيا وتمنى بها اليوم على الأراضي الأوكرانية. عمليات الضم حقيقة هي عمليات استعراضية واستفتاءات صورية لا أحد يعترف بها، لا الأمم المتحدة ولا أي دولة في العالم ولا الاتحاد الأوروبي ولا الولايات المتحدة، وهي يعني رأس حربة هذه المواجهة مع روسيا. وأعتقد أنها ستجلب الكوارث والويلات على روسيا مستقبلا، ولن يستتب الوضع يعني، وسيكون هناك في المستقبل على ما أعتقد أو بشكل محتم سيكون هناك عملية يعني تهيئة لقيام مقاومة حقيقية، حرب استنزاف حقيقية ضد روس في هذه المناطق كما جرى في كثير من دول العالم. حقيقة لا يمكن تشبيه ما يحصل في روسيا وفي هذه المنطقة إلا نحن أمام سيناريو عراقي جديد، يعني كما تم إغراء صدام حسين بدخول الكويت واحتلال الكويت وإلى آخره. لكن فرق كبير أستاذ نضال بين العراق وبين روسيا، بين إمكانيات العراق وإمكانيات روسيا. بتقديرك إذا استمر التراجع الروسي الميداني على الأرض كيف سيتعامل بوتين مع هذا؟ بوتين لوحده للأسف لا أحد يقف معه سوى المسيرات الإيرانية، يعني حتى الصين التي عقدت معه حلف قبل أو عملت معه اتفاقية صداقة بلا حدود قبل الحرب الآن تخلت عنه ولم تستطع مجاراته في هذه الحرب، لأن هذه الحرب ظالمة ولا مبرر لها ولا هكذا تقاد السياسة الدولية. أنا أعتقد لو استمر بوتين في استخدام أدواته الناعمة أو قواه الناعمة، البترول والغاز والإعلام والعملات والضغط الدبلوماسي، كان سيربح أكثر من هذه المغامرة العسكرية الحمقاء التي لن تجلبنا. يعني روسيا عبارة عن 22 مليون كيلو متر مربع، هذه الأقاليم يعني كل مطلع قد دولة أو دولتين يعني بالكثير، ولا يعني 200-300 ألف أو 20 ألف أو 25 ألف كيلو متر مربع. ماذا سيستفيد من هذه المغامرة سوى خسارة الكثير؟ العقوبات التي فرضت 20 ألف أو 26 ألف عقوبة اقتصادية على روسيا ستكبل روسيا وما بعد الحرب، وتداعيات ما بعد الحرب هي الأقسى من تداعيات أو من ظروف الحرب الحالية أو واقع الميداني الحالي. يعني ثم أنت تقول لا يمكن إجراء مقارنة بين إمكانيات صدام حسين، يعني أنا ألاحظ أنها كانت مجرد فقاعة عسكرية وانفجرت في أوكرانيا، وتبين أنها غير قادرة على مواجهة الغرب ومواجهة حلف الناتو إطلاقا على الإطلاق. رأينا في بداية الحرب كيف تمدد وتقدم حين كانت القوات الأوكرانية لوحدها في مواجهته، كيف تقدم في الميدان وبسهولة تماما كما تقدم هتلر وكما تقدم صدام حسين وكما تقدموا في سوريا وفي أماكن أخرى من العالم. أما حينما دخل الناتو أو الولايات المتحدة بقوة في هذه الحرب وزجت بكل طاقتها وقدمت المساعدات العسكرية الهائلة والمتطورة والمتقدمة لأوكرانيا، الحقيقة أوكرانيا الآن واجهة لهذه الحرب. أوكرانيا ليست أوكرانيا وليس الجيش الأوكراني هو الذي يخوض الحرب على الإطلاق، سنكون مخطئين جدا إذا اعتقدنا هذا الاعتقاد، هذا اعتقاد خاطئ. من يقود الحرب الآن مرتزقة وجنود، يعني حتى نكون منصفين يعني ما نكون متجنين، يعني أيضا من يقود الحرب الآن هم جنود مرتزقة من أوروبا ومن كل دول العالم من حلف الناتو، مدربين بشكل جيد ومدربين على استخدام أحدث. لكن أستاذ نضال كأنك تستخف